السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينتي. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة وعافية. اليوم على بركة الله راح نشوفوا حلوة تقليدية جزائرية اللي هي حلوة الطابع، حلوة معروفة في الجزائر. لهذه الحلوة لازم لنا 5 حبات نتاع البيض، كاس نتاع السكر، سكر عادي ولا سكر ناعم، عندنا كأس معدلة زيت، عندنا كيسين من الخميرة الكيميائية وكيسين من الفانيليا، وعندنا أيضا مبشور الليمون. هذه المقادير تاع هذه الحلوى اللي هي يسموها حلوة الطابع. راح نستعمل قوالب ونشكلوها. راح نبدأ بسم الله على بركة الله ونحط المقادير في الكسرة. نحتاج أيضا الفرينة أو الطحينة في هذه الوصفة. أنا وضعت 5 بيضات في القصعة، راح نضيف لهم السكر، كأس سكر، ونزيد نضيفه كأس تاع الزيت. الحين نضيف لهم أيضا الفانيليا ومبشور الليمون، وراح نخلط كل المكونات حتى يكون القوام كريمي، حتى تصبح كومين كريم، ترجع مثل كريمة. أنا وضعت كيسين تاع الفانيليا، راح نضيفو مبشور الليمون. أنا حطيت لوزاج دو سيترون ولا مبشور الليمون، 5 بيضات، كاس تاع السكر، كاس تاع الزيت، وكيسين تاع الفانيليا. راح نخلطهم مليح كامل مع بعض حتى يصبح القوام كريمي. الحين نمزجوهم جيدا بهذا الشكل، فوالا نمزجو كامل البيض مع هذاك السكر مع الزيت الفانيليا ومبشور الليمون، راح نتحصلوا على قوام كريمي. هذا هو القوام تاع الخليط، يكون هكذا مثل الكريمة. رايحين نضيفوا الفرينة أو الطحينة تدريجيا. راح نوضع الفرينة، أنا حطيت كاس ونزيد بالعقل. راح نضيف أيضا، راح نوضع الخميرة الكيميائية معها، كيسين من الخميرة الكيميائية، نمزجهم مليح الفرينة مع الخميرة الكيميائية، نمزجو حتى نتحصل على عجينة طرية. راح نضيف الفرينة، راح تديلي قريب كيلو تاع فرينة. مازال ما تلمتش العجينة، راح نزيدو أيضا فرينة حتى نلموها. هذه هي، نلمها غير بالعقل، نجمع العجينة شيئا فشيئا بالفرينة. هذه العجينة بعد ما كملتها راح تجي تلتصق نوعا ما، ما تكونش جافة، تكون هكذا بهذا الشكل. راح نفردوها بالحلال، نحلوها بالحلال، وراح نشكلوها. هذه هي الحلوة نتاعنا، وهذا هو السمك نتاعها. هذه هي حلوة الطابع، الحلوة التقليدية الجزائرية. كي تدو كمية من العجينة باش تشكلوها، العجينة المتبقية ديروا لها غلاف، لأنه راح العجينة إلا ما غطيتوهاش راح تجف، كملاحظة فقط. هذه هي، أنا حطيتها على ورق الطهي. راح نوضعوا لها صفار البيض ونزينوها بأي حلوة تكون متواجدة، وإلا ما كانت عندكم الحلوة تقدروا توضعوا القليل من السكر، سكر عادي فوق صفار البيض. راح ندخلوها الفرن ساخن، لازم يكون الفرن ساخن، ونغسلها ونخلوها تطيب. انا ديت صفار بيضاء راح نوضعها على هذيك الحلوة، وضعت لها القليل من حليب البودرة. تقدروا تحطوا ايضا قطرات من الخل او القهوة السائلة باش تعطينا لون ذهبي للحلوة. هذه هي، راح
من بعد يجوني كامل هذاك الكاطو. هذه الحلوه بعد ما وضعت لها صفار البيض. الحين كما قلت لكم نقدروا نوضعوا لها السكر، معذره حطوا لها القليل من السكر هكذا، ولا توضعوا لها حلويات، حلويات صغيره فيغميسال، حلويات بشكل فيغميسال، او رقائق اللوز. هذه الحلوه تقدروا تحطوا لها السكر او رقائق اللوز اذا كانت متواجده، او حلويات اخرى، حلوه الفيغميسال راهي غير متواجده عندي، اذا كانت متواجده عندكم استعملوها. السكر فان يجي شباب، يجي جميل. بعد ما وضع لها البيض والرقائق اللوز والسكر راح ندخلوها للفرن. بطابع الهلال راح تخرج جميلة أيضا. عندنا أيضا تشكيل الطوابع أخرى، كنت وضعت لها صفار البيض والسكر وليزامون دي فيليغ، رقائق اللوز. يستحسن أن تكون عندكم حلوة الفيغميسال، حلوة الطابع. بعد ما خرجتها من الفرن هذه خلوها تتحمر باش تجي شابة، هذه تاع السكر وهذه تاع رقائق اللوز. تاع السكر أيضا تخرج شابة، هذه الوريدات خرجت ما شاء الله، تتحمر وتجي بنينة. هذا الفراشة والهلال.